أريغ بلان. طبعا مش ناخذ سي فتحي عشوش رئيس الجمعية الصداقة التونسية الروسية، احنا ما عندناش مراسل في روسيا، ولكن بالامكان ناخذ اكثر المعطيات من اكثر الناس اللي تابعوا فيها. سي فتحي صباح الورد. صباح الفل والياسمين، تحياتي لكل لكل زملائك ولكل مستمعي جوهرة افهم. مرحبا بك. وبدايه اسبوع طيبه ان شاء الله. سي فتحي، اذا كان ناخو النتائج اللي قاعدين نتابعوا فيها انتم بحكم حضرتك رئيس جمعيه الصداقه التونسيه الروسيه. النتائج يظهر لي تنطق بكل بكل شيء، لي ريزولتاسيون اكسبليسيت. ونعطيك بعض الأرقام نبدأ بيهم باش هكاك معناها الناس كل تفهم أنه نسبة المشاركة فاتت 73%، اللي هي معناها نسبة عالية جدا. توا بعد فرز أكثر من 99% من البطاقات، نتصور اللي معناها ديجا هذوما المعطيات اللي عندي متاع الأربع متاع الصباح، دونك توا راهو كملوا. بوتين معناها خرج ب 87.33%. المعارضة يقول لك معناها أكثر واحد هو المرشح الحزب الشيوعي نيكولاي خريتونوف، معناها تحصل على 4.31%. المرشح الحزب الديمقراطي الليبرالي سلوتسكي ليونيد تحصل على 3.19%. ومرشح حزب الشعب الجديد فلاديسلاف دافانكوف 3.8%. يعني يظهر لي سي فتحي، حسب متابعتك وحسب علاقاتك مع الإخوة في روسيا، هذا منتظر بطبيعته بوتين باش يتعدى وبنسبة كبيرة، وإلا كان البعض يعتقد فما مفاجأة معينة؟ ما نتصورش، الناس كل كانت تستنى في ريزلتا هذا، ما كانش تصور أنه باش يكون معناها كاسح للحد هذا. نتائج تنطق بذاتها. أي اكتساح سيد بوتين اللي هو معناها توا عنده أكثر من عقدين في قيادة الكريملين، اكتساح المسرح السياسي الروسي، وهذا ما جاش بارازار، جاء بإنجازاته الحقيقة معناها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية الثقافية العلمية، وخاصة إرجاع موسكو للساحة الدولية بقوة. الحرب ما أثرتش على شعبية بوتين، زادت. ونعطيك معناها مشاركة الأماكن اللي توا ولات تابعة روسيا، واللي هي معناها لوغانسك ودانيسك وزاباروجيا وخيرسون، واللي هما معناها نسبة المشاركة فيهم فاتت 80%. وكان تحب نعطيك معناها دي شيفر إكزاكت. لوغانسك 87%، دانيسك 88%، زاباروجيا 85%، وخيرسون 83.79%، وجزيرة القرم 85.5%. يظهر لي كلها معناها مشيت مع بوتين اللي هو معناها يعتبروه المنقذ للثقافة الروسية في الأماكن هذوكما، للغة الروسية، للتاريخ الروسي، للشخصية الروسية، وسط معناها مخاطر ذوبانها ومحاولات استئصالها. انعكاس هذا على تونس والعلاقات الروسية التونسية، وخاصة انت رئيس جمعية الصداقة التونسية الروسية، قبل ما نختم مع خليفة في كلمتين الانعكاسات هذه. شوف، استمرار الديناميكية الجديدة اللي قاعدة تشوف فيها معناها العلاقات التونسية الروسية في الأعوام الأخيرة. انتخاب بوتين سيتين كونتينويتي، هناك مصلحة واضحة لتونس في استقرار الحكم في روسيا، هو استمرار والتقوية لرؤية تونس لعالم متعدد الأقطاب. ونعطيك مثال، وجود سيد فاروق بوعسكر بروسيا حاليا كمراقب للانتخابات هو مؤشر ثقة كبير وهام واضح. يا خليفة نختم معك، خلفوني طبعا اللي حب نسأل، أنا الدور الروسي
هل سيتعاظم بعد تجديد الثقة في بوتين في الشرق الأوسط يعني على مستوى التوازن؟ لأنه الآن نجد الولايات المتحدة الأمريكية اللاعب الرئيسي المنفرد بالوضعية في الشرق الأوسط، هذا الكل يقولوه، يعني الحضور الروسي ما هوش بمثل ما هو الحضور الأمريكي هناك على مستوى المفاوضات وعلى مستوى إسناد دولة إسرائيل. ما يخفكش اللي روسيا معناها واقفة مع معناها الشعوب المضطهدة، واقفة مع فلسطين في معناها الشيء اللي قاعدة تعيش فيه توا. نعم. وهو ظلم معناها وإبادة ومحاولة إبادة. دونك معناها روسيا تعتبر معناها صديق لنا، صديق للشعوب المضطهدة، وناس معناها جديين ما همش أعداء لنا. واضح. رئيس جمعية الصداقة التونسية الروسية فتحي عاشور، شكرا لك على كل هذه المعطيات.